تنطلق غدا الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين بأربع مباريات تجمع خرفكان والشارقة والجزيرة مع الإمارات، فيما يلتقي الوحدة بالعين والبطائح مع حتى. وتلقي مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا المرتقبة بين العين ويوكوهاما اليابانية بظلالها على مواجهة الكلاسيكو التي تجمع الوحدة الثالث ب 41 نقطة أمام ضيفه العين الرابع ب 39 نقطة بمباراتين أقل من منافسيه، وذلك مع سعي الفريقين للفوز لاعتبارات تتعلق بالإثارة الدائمة التي تميز لقاءات الناديين. ويسعى خرفكان الثاني عشر بإحدى وعشرين نقطة لتأمين موقفه في البقاء وإيقاف نزيف النقاط أمام الشارقة السادس بخمس وثلاثين نقطة والراغب في مزيد من التقدم بجدول الترتيب. وتصطدم طموحات الإمارات قبل الأخير برصيد 14 نقطة في إنعاش حظوظه بالبقاء برغبة مضيفه الجزيرة الثامن بثمان وعشرين نقطة في تصحيح مساره وإيقاف تراجع نتائجه. ويستقبل البطائح التاسع بسبع وعشرين نقطة ضيفه حتى الأخير وأول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى في محاولة لتعزيز موقعه بالجدول. حلق السويدي صامويل بارك بلقب وزن الريشة في النزال الرئيسي للنسخة الدولية الخمسين الذهبية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة بالفوز على منافسه الأردني علي القيسي بقرار الحكام. كما فاز الأذربيجاني طاهر أبديليف بوزن المتوسط بعد فوزه على الروسي شخبان خاسوف بالضربة القاضية، وفاز البرازيلي إيغاوا ريبيرو بلقب وزن الذبابة على حساب اليابانية ماتو فوجيتا بالضربة القاضية الفنية. وشهد المنافسات وتوج الفائزين الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الإمارات لدى دولة قطر، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج ورئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ شخبوط بن خليفة بن شخبوط آل نهيان. كما حضر المنافسات وشارك في التتويج الفائزين عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا للبطولة، وصالح الجزاري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. تقام مساء غد في صالة مبادلة أرينا مراسم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للجودو أبوظبي 2024 التي انطلقت منافساتها اليوم بمشاركة ضخمة من أبرز نجوم العالم. وتتضمن مراسم حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون ذا طابع إماراتي استعراض قائمة الدول المشاركة في المنافسات إلى جانب العروض الأخرى المصاحبة. وشهد اليوم الأول إقامة التصفيات في الفترة الصباحية لمنافسات الرجال لوزن تحت 60 كيلوغرام والسيدات وزن تحت 48 كيلوغرام وتحت 52 كيلوغرام، على أن تستمر المنافسات يوميا حتى يوم الجمعة المقبل. ويشهد اليوم الثاني للبطولة إقامة منافسات وزني تحت 66 كيلوغرام و73 كيلوغرام للرجال وتحت 57 كيلوغرام للسيدات.